فين بتوع الأدلة؟ الأدلة كريم بيه. كريم بيه. يا كريم بيه. في بودي لا ممكن هو بودي بودرة في بودرة ساتة بس ممكن تجهيز ابوات ابوات ناس مثلا او متفجرات المستديره القطعه المستديره دي بتحط فيها المواد دي وتعمل تقليب تحط يعني دي زي اللغم الارضيه زي اللغم الارضي يتعمل هي دي صح انا عايز اسالك سؤال انا عشان اعمل ابوه نسفه يبقى لازم في ماده ابتداء وماده اساسيه اهلا مظبوط ماده الابتداء انت نسفه ما ادري ممكن السيرمينات زي بقى تبقى اي حاجه ثانيه كويس والماده الاساسيه هل ده حتى يتصنع منه ابوه نسفه يعني انا اقدر اقول ان ده مصنع بتاع تجهيز عبوات نسمة طب انما ما نقدرش ايه السبب ان التلاتة انا مع حضرتك ولذلك احنا عملنا في فريق بحث مكون من فرع الامن الوطني موجود وضباط مباحث جنائيه وضباط مباحث الامن العام فرق بحث علشان نراجع كل المزارع والمستاجر المزارع بالذات علشان نقدر نفحص كل الكلام ده كله. خلي بال حضرتك برضو ان حجم الاعمال المنوط بها جهاز الامن حاليا اعباء كبيره جدا، سواء كان في المظاهرات المستمره او الوقفات الاحتجاجيه او الكلام ده كله اللي موجود كل يوم، الاشتباكات اللي موجوده كل يوم ما بين جماعه الاخوان في المراكز والمدن والكلام ده، التداعيات الامنيه اللي بتحصل في البنائي، فلا بد انك تعرف ان احنا منوط بينا عمل كبير جدا. بالرغم من كده طبعا ده بيدينا جرس انذار ان احنا لابد ان احنا نكثف جهودنا في ان احنا نعمل فرق بحث في
فحص كل حاجات الاشتباه اللي موجوده. حضرتك اكيد وانت جاي حسيت ان المنطقه موحشه جدا وشاسعه جدا. المنطقه مش موحشه جدا ولا شاسعه جدا، هي المنطقه منطقه صحراويه، واخبر حضرتك دي زي اي منطقه في الاسماعيليه او في الشرقيه. الظهير الصحراوي من الشرقيه والاسماعيليه دي مناطق كلها مناطق مزارع ولبن وتقسيمات اراضي، ودي اراضي صحراويه واراضي شاسعه جدا، والبحث فيها مش هين وسهل، مش كما يتراءى لاي حد ان هو عمليه سهله، لا دي موضوع ده جرس انذار لينا ان احنا نبحث في الاماكن دي. انما دي جمعيه زراعيه وجنب مدينه بلبيس، انما لما تتكلم حضرتك في المنطقه الموحشه والمنطقه نتكلم على الصالحيه ونتكلم على سامي سعد وعلى طريق 36 حربي، دي المناطق اللي هي الموحشه. انا قصدي ان هي لها مدخل لوحدها، جمعيه ارض زراعيه متقسمه تقسيمات وموجود فيها ناس. بس هي كمان المشكله في ايه؟ المشكله ان الارض مستاجرها واحد غير مالكها، واخبر حضرتك، وبرضو وسائل اخفاء كتيره ووسائل النقل متعدده، واخبر حضرتك. انما احنا نحمد ربنا ان احنا وصلنا. هل تم ربط اي من المتهمين يا فندم؟ ان شاء الله في خلال ساعات ان شاء الله هيتظبط الشخص حائز المزرعه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا يا فندم.